ختام رائع للدورة الرياضية للمؤسسات الخاصة والتي أقيمت على مدار 6 أسابيع تحت رعاية مجلس دبي الرياضي. دعونا نذهب إلى كواليس حفل الختام لهذه البطولة ونتعرف على المشاركين الذين زاد عددهم عن 1500 مشارك. دعونا نذهب إلى حفل الختام لنتابع المزيد. اختتمت مساء الجمعة الدورة الرياضية للمؤسسات الخاصة الأكبر من نوعها والتي نظمها مجلس دبي الرياضي للمرة الأولى تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 1500 رياضي يمثلون 60 جهة مختلفة من الشركات والمؤسسات الخاصة. واحتضنت مدينة دبي الرياضية فعاليات الدورة وحفل الختام. أنا في البداية طبعا أنتهز الفرصة وأشكر قناتكم الموقرة على تغطية الحدث وأيضا رعايته للحدث. أشكر اللجنة المنظمة أو الشركة اللي قامت بتنظيم الدورة. أشكر أيضا جميع الرعاية اللي ساهموا في نجاح الدورة. وأخيرا أيضا نشكر طبعا وسائل الإعلام بالإضافة إلى الشركات الخاصة اللي شاركت في جميع مسابقات الدورة. لا شك أخ محمد أن القطاع الخاص قطاع حيوي يشكل جزء كبير من الأهمية في أي مجتمع يكون فيه. إذا شفنا حجم الأعمال اللي يديها القطاع الخاص أعتقد هي كبيرة جدا. من حق القطاع الخاص علينا نحن أيضا كجهات حكومية أو كجهة يعني ترعى الرياضة في الإمارة أن تنظر لها بعين الاهتمام. حاولنا أن نوفر لهم جو من التنافس الودي الشريف بعيد عن ضغوطات العمل وأيضا مساهمة منا أو إيمان منا بدور المهم اللي يقوم بالقطاع الخاص على جميع المستويات في الإمارة بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. طبعا يمكن شهادتنا مجروحة نحن في تحديد نسبة نجاح البطولة لكن أعتقد في أخوي محمد مؤشرات طيبة جيدة تعزز من قيمة نجاح البطولة. أعتقد اليوم اللي شفناه من عدد فرق مشاركة اللي شفناه من كمية المتوجين سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي أو الفرقي الابتسامة أو اللي موجودة على محيا أكثر المشاركين اليوم حتى اللي ما فازوا منهم أعتقد هاي كلها تعطينا مؤشر إيجابي على نسبة نجاح البطولة تخطت 90 أو أكثر من 90. نحن ما نقول 100% لأن أكيد في مجال أو فرص للتحسين في كل نسخة مستقبلية نحاول إن شاء الله ننظمها. وقد تم تكريم الفرق الفائزة وسط أجواء احتفالية كبيرة حيث قلد فريق شركة دوبال بالميدالية الذهبية بعد حصوله على المركز الأول في بطولة البولينج، بينما توج فريق دبي القابضة بطلا لسباعيات كرة القدم، وحصد فريق شركة إميا روكيتس المركز الأول في بطولة الرجبي. وفي كرة السلة توج فريق مصنع الشرق للكربون بالذهبية البطولة، وفاز فريق أسود الدانوب بالمركز الأول في بطولة الكريكت. نعم البطولة هاي أساسها كان بناء على الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز النشاط البدني في المجتمع بشكل عام. بدأ المجلس بقطاع الدوائر والمسات الحكومية والخطوة الثانية كان توجه أيضا لقطاع وشريحة مهمة في المجتمع اللي هي قطاع الشركات الخاصة. نحن عندنا في إمارة دبي العديد من الشركات المتواجدة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. فكانت الفكرة أن أيضا إنشاء مسابقة أو استحداث مسابقة رياضية تشمل مجموعة من الألعاب الرياضية موجهة لفئة مهمة من فئات المجتمع اللي هي فئة مؤسسات القطاع الخاص. والهدف منها أيضا كان تشجيع منتسبين الشركات هاي على ممارسة نشاط بدني وأيضا قضاء وقت ممتع من خلال ممارسة هواياتهم المفضلة في هاي البطولة. وفي مسابقة ألعاب القوى حصدت شون من جامعة ميدلسكس المركز الأول في سباقي 100 و200 متر فئة السيدات، بينما فاز وحيد علي من فريق مستشفى NMC بالمركز الأول في سباق 100 متر الرجال، وفاز إحسان إبراهيم من فريق باتسي بيلاني بالمركز الأول في سباق 200 متر فئة الرجال. Yeah, it feels great after running now. هو شعور رائع بعد الجري لهذه المسافة الطويلة والفوز بالمركز الأول، كما أنها تجربة مثيرة للغاية. أنا سأشارك في مسابقتين إضافيتين بعد قليل، وهدفي الأساسي هو أن أفوز بجميع المسابقات اليوم، ولكن لدي طموح بعيد المدى أيضا بأن أفوز على المستوى الدولي مثل الألعاب الآسيوية للشركات، وكذلك اللعب على المستوى الأولمبي في العام 2016 إن شاء الله، ولنرى إن كنت سأنجح في ذلك.
ولا أعلم إن كانت الإمارات أم الهند هي من سيفوز بالبطولة اليوم. بصراحة لم أقرر بعد إن كنت سأمثل الإمارات أم الهند. كما تم تكريم الشركات بالجوائز الكبرى، فقد فازت شركة دو بجائزة ممارسة الرياضة من أجل حياة سعيدة التي تمنح للشركة التي شاركت في أكبر عدد من المنافسات، فيما حصدت جامعة ميدلسكس جائزتي البطولة الكبرى للشركة الأكثر فوزا بالميداليات وجائزة الأداء المتميز حسب النقاط المتحصلة، بينما فازت شركة أمريل بجائزة أكثر شركة حصلت على دعم الجمهور أثناء المنافسات. Well, Dubai Corporate Games is really an event that we created. أقمنا هذه الدورة الرياضية للمؤسسات الخاصة بدبي بناء على طلب من مجلس دبي الرياضي الذي أراد إقامة حدث مميز للشركات الخاصة وشبه الخاصة في الإمارة، لذلك لجأوا إلينا لأننا نملك الخبرة في تنظيم المناسبات الكبرى. وقد أقمنا دورة رياضية خاصة هي عبارة عن دوري لمدة 6 أسابيع، إضافة إلى يوم النهائي تجتمع فيه كل الفرق مجددا للحصول على فرصة إضافية للفوز. هذا مفهوم جديد للغاية، وأتاح للفرق أن تعيش تجربة الدوري وكذلك البطولة ليوم واحد مليء بالإثارة. وقد ساعدنا بحجم المشاركة الكبير في هذه البطولة الأولى والذي بلغ 1500 شخص يمثلون 60 شركة تقريبا، ولا سيما الشركات ذات الأسماء اللامعة في دبي مثل سوق دبي الحرة والخطوط الإماراتية ومجموعة الطائر ومجموعة شلهوب، وهي شركات تمثل قطاعات مختلفة.